ونعمة التربية، واللي بيكون طالع من أصل طيب بيظهر معدنه في كل مكان. هادي رياض لاعب بتروجيت من النوعية دي، واللي عمله مع والدته قدام الكل بعد ما صعدوا للدوري الممتاز هيعرفك قد إيه تربى على الأصول. تعالوا نشوف إيه الحكاية. صور عملت ضجة على السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت وثقت اللي عمله نجم نادي بتروجيت هادي رياض، واللي فاجئ الكل برد فعله بعد المباراة اللي حسمت صعودهم للدوري الممتاز. هادي كان في قمة فرحته، وفي اللحظة دي فكر في أول حاجة ممكن يعملها، وهي رد الجميل والدته اللي كانت الداعم الأول ليه، عمره ما نسي إنها السبب في اللي وصل له. جري بسرعة هادي على المكان اللي فيه والدته، نزل على رجليها وبسها وقال لها: لولا اللي عملتيه معايا يا أمي ما كنتش حققت أي حاجة، الفضل لربنا، وبعدين أنتي وأبويا، أنتوا السبب في كل حاجة حلوة بتحصل لي. لاعب بتروجيت ما كانش بيفكر في اللقطة وإن حد هيصوره ويتكلم عن اللي عمله، كل اللي كان بيفكر فيه هو إنه في لحظة فرحة وسعادة اللي خدت كتير ومشوار كبير وتعب وجهد انه يشاركها مع الداعم الاول ليه، خصوصا انه بحسب المقربين والدته بتمثل حاجه كبيره قوي في حياته، وانها فعلا ليها فضل ودور كبير بعد ربنا في اللي وصل له. كانت دايما بتشجعه وبتقول له انها عارفه انه هيحقق كل حاجه عاوزها. مش بس كده، ده كمان ما كانتش بتكتفي بالتشجيع، كانت بتروح معاه المباريات تقف في صفوف المشجعين، لسانها ما بيفرقوش الدعوات لضناها، وان ربنا يوفقه في كل خطوه ليه. كانت لما بتشوف ضناها بيقع في الملعب قلبها بيتخطف، وبتفضل متابعة كل دقيقة بيجري فيها، كانت بتنده باسمه وباسم فريقه. هادي بيقول عن والدته بحسب أصحابه إنها نعمة ربنا ادهاله وجنة ربنا في الأرض، عملت عشاني حاجات كتير، واللي عملته في الملعب ده أقل حاجة أقدمها لأمي اللي كانت سند وظهر في كل الأوقات الصعبة اللي مريت بيها، والسبب بعد ربنا في الفرحة والنجاح اللي حققته. اللي عمله رضا كان حديث منصات التواصل على مدار الساعات اللي فاتت، وتداوله رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع، وقالوا في تعليقاتهم: الله على التربية، نجم نادي بتروجيت هادي رياض يقبل قدم والدته بعد الصعود للدوري الممتاز، ربنا يبارك فيك يا ابني، مليون مبروك يا هادي محترم، متعك الله بالصحة والعافية وراحة البال، غالي وابن غالي، ربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك ويرزقك يا ابني، انت محترم، واللي عملته تقبيل رجل والدتك في ميزان حسناتك. هادي اتفاجئ بردود الافعال وانتشار الصور على السوشيال ميديا، ما كانش متوقع ان اللي عمله هيبقى حديث رواد التواصل، وان كل اللي عمله كان بطريقه عفويه مش اكتر. لكن من هنا بنقول لهادي لاعب بتروجيت، هي دي تربيه ولاد الاصول، وقريب هيكون لك مستقبل كبير ان شاء الله، وتستاهل كل الخير بسبب حبك لوالدتك واعترافك بفضل اهلك عليك.